احنا ماشيين بنعمل ايه. اه كمان حاجه كمان بمناسبه المعمل، النهارده في محاضره الساعه 4 ل 6 هعمل تجارب معمل 1 و2 هيبقى مدرج بيت، وبكره دكتوره داليا او دكتور محمود يعني هما بيعيشوا، بس المفروض اللي بيجي دكتوره داليا بكره هتعمل نفس المحاضره من 4 ل 6 في مدرج بيت اللي هي تركيا اكسبيرمنت 1 و2. وبناء على طلب بعض الناس اللي ما قدروش الاسبوع ده يحضروا، انا هعمل اعاده لمراجعه المعمل يوم الاثنين الجاي الساعه 4، دي لسه ما علقتش عليها بس هي دلوقتي حاجه المدرج هدف يوم الاثنين الجاي مدرج هدف هنا الساعه 4 الظهر. عايزين تجارب ايه تتقال؟ هو كان عندنا نوعين من التجارب، في مجموعه بتاع تجربه 1 و2 وفي مجموعه ثانيه بتاع تجارب 3 و5 و6. فعايز اعرف الناس اللي اشتكوا قالوا لي احنا ناقصنا تجارب 1 و2، هم دول اللي مسببين التجارب المتوسطه. الاولويه لمندوبين السكاشن هم اللي يحددوا، مندوبين السكاشن اللي جم الميتنج وما قدروش يختاروا المراجعه، دول هم ليهم اولويه ان هم يقولوا لي عايزين ايه، انا عامل المحاضره دي مخصوص عشانهم، واللي عايز يحضر اهلا بقى. ده هيبقى يوم الاثنين الجاي في المدرج ده الالف الساعه 4. يا اما هتكون تجارب 1 و2 يا اما هتكون تجارب 3 و5. طيب السيكونس بتاعنا ماشي ازاي؟ شابتر 1 شابتر 1 اللي حصل ان احنا جبنا ماجنتيك فيلد مجهول المصدر، ما كناش بنقول الماجنتيك فيلد ده اصله ايه. والماجنتيك فيلد ده قلنا منه بنحسب حاجه اسمها الماجنتيك فورس، يعني اقول لك الشارج اسمها كيو ماشيه بسرعه بي دخلت ماجنتيك فيلد اسمه بي فظهرت عليها ماجنتيك فورس اسمها اف. ما كناش بنقول الاصل او المصدر بتاع الماجنتيك فيلد ده جه منين. فيا اما بيبقى جه في المساله يا اما انا بقول لك احسبه بطريقه ما بدلاله البي والاف والكيو. فده كان شابتر 1. شابتر 2 ابتدينا نتعرف على السورس او الاصل بتاع الماجنتيك فيلد، هو ايه الاصل بتاع الماجنتيك فيلد؟ بيجي منين؟ من الشارج ما بتتحرك، الشارج ماشي يعني الكتريك كارنت. وخدنا اول صيغه بنحسب فيها الماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد من شارج او من كارنت، كان القانون اللي اسمه اول قانون خدناه علشان نحسب فيه الماجنتيك فيلد كان اسمه ايه؟ بيوسفار. بيوسفار ده كان قانون نزل في التطبيق بتاعه لان في فيكتور في اتجاهات مقرفه شويه في الشغل بتاعه. منه خدنا حالتين، الحاله بتاعت ستريت واير سواء بقى فاينايت او سيمي فاينايت او ان فاينايت، والحاجه الثانيه هي الكويل او الكرنت اللي بيلف في الدايره بيديني ماجنتيك فيلد بيساوي. وقفنا على كده ده اللي خدناه واللي يهمنا في بيوسفار. الاثبات بتاع الماجنتيك فيلد بتاع الواير مش مطلوب، ايكويشن 2.7 دي الايكويشن نفسها مطلوبه لكن اثباتها مش مطلوب. وبعدين خدنا الاثبات بالتفصيل بتاع الماجنتيك فيلد اللي جاي من الكويل along the axis of the coil على امتداد محور التماثل بتاع المكتب. طيب المفروض اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا ندخل في الجزء الثاني في شابتر 2 اللي هو امبيرسلو. امبيرسلو هو طريقه بديله لبيوسفار بتقول ازاي نحسب الماجنتيك فيلد بالاصل اللي هو برضه الالكتريك كارنت. يبقى ممكن اركب لك المسائل ازاي دلوقتي؟ هدي لك الكتريك كارنت ده بيبقى بيخلق ماجنتيك فيلد، ده المصدر لماجنتيك فيلد. بعد ما تحسب الماجنتيك فيلد سواء بقى ببيوسفار او بامبير بدي او بدي، الماجنتيك فيلد اللي هتحسبه تاخده تعمل فيه حاجه تبع شابتر 1 او شابتر 3. شابتر 1 اللي انت تطلع منه مثلا ماجنتيك فورس، او شابتر 3 هتطلع منه حاجات ثانيه بتخص الاندكشن. يبقى السيكونس ماشي كالتالي، انا ممكن تبقى المساله مركبه ازاي؟ ادي لك الكتريك كارنت ماشي يا اما في ستريت واير يا اما في لوب يا اما مثلا في سولونويد او ترويد اللي احنا هنشوفهم النهارده. من هذا الالكتريك كارنت تحسب الماجنتيك فيلد اللي بيطلع منه. حسبت الماجنتيك فيلد تاخده وتعمل بيه حاجه تبع شابتر 1 او شابتر 3. فده السيكونس اللي بيربط الحاجات ببعضها، عشان كده قلت لكم الماجنتيزم مش سهله لانها متركبه على بعضها قوي. فانت لازم تكون فاهم السيكونس ماشي ازاي، ده شابتر 1 بتاع ايه، 3 بتاع ايه، ودول اللي في النص ده ازاي بيخدم الاثنين دول. طيب في نقطه كده في اليوسف بار كانت العلاقه دي، احنا قلنا ده الفيليكال لو جبناها في التجربه العمليه ملوش اثبات نظري. بيقول ان انا لو عندي كارنت اي ماشي في سلك وخدت منه حته اسمها دي ال، فالحته اللي اسمها دي ال هتخلق ماجنتيك فيلد اسمه دي اي عند النقطه بتاعت الملاحظه او الاوبزرفيشن بوينت نقطه الحته ده. العلاقه بتاعت دي بي ان هو الماجنتيك فيلد اللي اتخلق هنا عند النقطه دي بي صفر. ميو نوت وقلنا ده اسمه ايه يا جماعه؟ ميو نوت ده اسمه ايه؟ بيرميابيلتي اللي هو النفاذيه.
اوفر 4 باي ار سكوير، حيث ار ده هو المسافه بين الكارنت اليمنت او عنصر الكارنت اللي انا بدرسه دي ال لحد نقطه الملاحظه اوبزرفيشن بوينت، ده المسافه دي اسمها ار. الكارنت اي هو ستريت الحته من السلك اللي انا واخدها دي ال مضروبه بساين فاي، حيث الفاي يزداد ما بين السلك والخط اللي بيوصل السلك بالنقطه. من هذه العلاقه سؤال، امتى يبقى الماجنتيك فيلد بيساوي صفر؟ ايه الحالات اللي الماجنتيك فيلد فيها هيطلع من صفر من العلاقه دي؟ الف، هي نقطة ثابتة كانت ترمها الوسط بيلعب نفس الدور بتاع الكابيتيفيتي في الترم الأولاني في الكهرباء، خلاص ده مش قصتنا. أوفر 4 باي وبعدين عندنا أر سكوير، لو أر بإنفينيتي هيبقى الماجنتيك فيلد بزيرو، بس دي حالة يعني مش مهمة في حاجة. الكرنت بزيرو يبقى الماجنتيك فيلد بزيرو، ماشي منطقي. السلك طوله صفر يبقى الماجنتيك فيلد صفر، ماشي كل ده كلام فارغ. فين بقى المشكلة؟ ساين باي، إمتى ساين باي بزيرو؟ لما فاي تكون بزيرو او 180 درجه. فاي لو كانت بزيرو او بفاي ساعتها يطلع الماجنتيك فيلد بيساوي زيرو. ده ترجمته ايه على الرسمه؟ يعني فين على الرسمه هنا فين النقطه اللي عندها الفاي بتساوي صفر؟ الفاي متعرفه ان هي الزاويه ما بين الكرنت دايركشن او السلك نفسه والنقطه الخط الواصل مع النقطه اللي بحسب عندها اللي هو ار. فهي ما بين الدي ال والار دي فاي، فين بقى تبقى فاي بصفر؟ على امتداد الخط. فلو انا بدرس ماجنتيك فيلد جاي من كارنت اليمنت، بحسب عند نقطه اوبزرفيشن بوينت هنا عند النقطه دي، النقطه دي على امتداد الفيلد تبقى باي ساعتها بتساوي صفر، ومعنى كده ان مفيش ماجنتيك فيلد الونج ذا دايركشن اوف بروباجيشن بتاع الكارنت. ان الكارنت رايح فين؟ رايح الاتجاه ده، يبقى ما بيخلقش ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده، هو بيخلق حواليه. وقلنا الماجنتيك فيلد بيحسب الاتجاه بتاعه ازاي؟ بنحط صباعي اليمين بالالهام الطم في اتجاه الكرنت، يطلع هنا داخل جوه وهنا خارج لبره، يبقى بالمنظر. طيب فين 180؟ النقطه اللي عندنا هنا بالعكس لورا. فالكرنت يعجز ان هو يخلق ماجنتيك فيلد فين؟ عند الزاويه 5 بتساوي صفر، او عند الزاويه 5 بتساوي 180 درجه. مين 5؟ هي الزاويه اللي متعرفه بالمنظر ده ما بين السن والخط ار اللي بيوصل ما بين السلك والنقطه. فاذا كانت 5 0 يعني على امتداد اتجاه الكرك او ورا الكرك، في الحالتين دول الساين 0 يعني الكرك ما بيخلقش ماجنتيك. واضحه دي يا جماعه؟ هنحتاجها دلوقتي في مساله. طيب هرجع لشابتر 1 احل منه مساله عشان بس كل الزملاء حلوها في المجاميع بتاعتهم، وهكمل بعد كده الشغل بتاعنا بتاع شابتر 1. طيب لشابتر 1 كان بيديك ماجنتيك فيلد، ما بيقولكش اصله ايه، خلاص ادي ماجنتيك فيلد اشتغل. فهنا مديني ماجنتيك فيلد بي، دي مساله محلوله في الكتاب 10 صفحه 33. مديني ماجنتيك فيلد بي عمود على السبوره اللي بره بالمصدر ده. وعندي واير واخد الشكل ده، ريد سيجمنت او حته على شكل خط مستقيم، وبعد كده سيمي سيركل او نص دايره، وبعد كده ريد سيجمنت تاني او حته على شكل خط مستقيم. الابعاد كالتالي، الحته دي طول بتاعها ال، الحته دي طولها ال، السيمي سيركل او نص الدايره هي تبع السنتر ده، النقطة دي، ودي النقطة اللي هتحسب عن دي نقطة اللي هي السنتر، والنقطة دي من هنا لهنا هيبقى الريديوس ار، ومن هنا لهنا الريديوس ار، كل ده الدايمتر اللي هو 2 ار. ده شكل الواير، ده شكل السلك اللي ماشي فيه الكرنت. السؤال، لو كان عندك كرنت اي هتحل المسألة دي بالرموز مش هتحط، لو كان عندك كرنت اي ماشي في السلك ده اهو، وفي الماجنتيك فيلد ده، طلع لي الفورس الماجنتيك ده. لما اجي اتعامل مع المسألة دي، أنا هتعامل مع كام حتة في الواير؟ ثلاث حتت، منهم اثنين ما فيهمش مشاكل، ازاي؟ الجزء الاولاني والجزء الثالث دول المفروض ما فيهمش مشاكل، دول سهلين قوي، ازاي؟ عندي كرنت اي ماشي كده اهو، وعندي ماجنتيك فيلد عمودي على السبوره، عمودي على السبوره اللي بره بالمنظر ده. تطلع الفورس رايحه فين؟ ادي اي ماشي في الستريت سيجمنت كده اهو، وعندي بي كده بره. بعمل ايه عشان اعرف الدايركشن بتاع الفورس؟ بحط صابع ايدي اليمين في اتجاه الاولاني في الكروس برودكت، لو تفتكروا ده فاهم الفورس الماجنتيك ايكوالز اي ام كروس بي، يعني تضرب اتجاه السلك او اتجاه الكرنت اللي جوه السلك ضرب اتجاهي مع ماجنتيك فيلد. فمين الاول هنا؟ الكرنت. ومين الثاني؟ الماجنتيك فيلد. فبتحط صابع ايدك اليمين مع الاول وتروح للثاني، تطلع النتيجه بالمنظر ده، بتلف اتجاه بطن ايدك، بتمشي من الاولاني للثاني، يطلع الفورس اتجاه اللي تحت. فهيبقى هنا في فورس
على اول جزء ده اسميها فورس 1. سيميلارلي بنفس الاسلوب عندي فورس على الجزء الثالث ده، نفس القصه هي هي، نفس الطول نفس الكارت نفس الاتجاه نفس كل حاجه. ادي الكارت ماشي في الاتجاه ده، وادي الماجنتيك فيلد عمود على السبوره لبره، بحط صابع ايدي اليمين في الاتجاه الاولاني واروح للثاني تطلع الفورس بتاعها. دي الفورس نمره 3. فورس 1 وفورس 3 على الجزء الاول والثالث الاثنين ليهم نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن، يعني فورس 1 ايكوالز فورس 3 ايكوالز اي ال بي ساين ثيتا. هو مين ساين ثيتا في القانون بتاع الفورس الماجنتي شابتر 1 ده؟ كان مين الثيتا؟ هي الزاويه والاثنين اللي بيضربوا في بعض دول هم مين يعني؟ اللي هم اتجاه السلك او اتجاه الكارنت هو السلك والبي. طيب الاتجاه بتاع الكرنت في مستوى السبوره كده، واتجاه البي عمود على السبوره لبره، تطلع الثيتا كام؟ 90 درجه، والساين بتاعها واحد، وتبقى النتيجه هنا اي ال بي، والدايركشن بتاعها تحت في المنظر ده. دي المفروض انها ما فيهاش مشكله. المشكله فين؟ في السيمي سيركت. ازمه السيمي سيركت ان الدايركشن بتاع الكرنت عمال يتغير. علشان نفهمها تعالوا ناخد الحته السهله في السلك الاول او في السيمي سيركت. دي حتة رياضة مش فيزياء بقى اللي جاية. لو انا عندي كيرف، اي كيرف في الدنيا، وعايز الدايركشن عند نقطة على الكيرف ده، بيبقى الدايركشن ده هو مين؟ الممات الثاني بالظبط كده. فالكيرف هنا بيتمشى جوه سيمي سيركل، فالدايركشن بتاعه بيتغير هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. فهضطر ان انا اقسم مكان. قبل ما اقسم عند النقطة دي الدايركشن هيبقى ايه؟ دي النقطة اللي هو يا دوب الكرة هتبتدي تطلع لفوق ويخش جوه سيمي سيركل. فيبقى الدايركشن هنا التانجنت أو المماس، فيطلع الكرة في الدايركشن ده لفوق. الناس اللي ورا شايفين اللحظة ده؟ هيبقى الكرة لفوق كده بالمنظر ده. كويس. لو أنا جيت هنا مثلا عند التيب عند أعلى نقطة هنا، الكرة هيبقى رايح فين؟ الدايركشن بتاعه تانجنت، التانجنت هيبقى حاجة شبه كده بالمنظر ده. طيب لو جيت هنا عند اخر نقطه هيبقى تانجنت هيبقى رماس هيبقى رماس ازاي للناس اللي تحت المنظر. كويس. تعال نشوف الدايركشن بتاع الفورس. لو انا عندي كرنت في مستوى السبوره طالع لفوق ده الكرنت، وماجنتيك فيلد عمود على السبوره لبره بالمنظر ده، تطلع الفورس لفين؟ الكرنت رايح لفوق والبي كده بخد صابع ايدي في الاتجاه الاولاني واروح للتاني وبلف اتجاه ظهر ايدي مش ظهر ايدي يعني ما تعملش كده اهو. تعمل كده يبقى ده الفورس في الدايركشن ده رايحه في اتجاه السيستم في المنظر ده. طيب ناخد اللي بعدها. لو كان الكرنت بالمنظر ده رايح في اتجاه افقي بالمنظر ده، والماجنتيك فيلد عمودي على السبوره لبره، تطلع الفورس فين؟ بحط صابع ايدي في الاولاني واروح للثاني يطلع الفورس لتحت بالمنظر ده. طيب لو رحنا للوضع ده الثاني، الكرنت نازل لتحت والماجنتيك فيلد عمود على السبوره لبره، هيبقى الكرنت لتحت بالمنظر ده والماجنتيك فيلد عمود على السبوره لبره، هتحط صابع ايدك اليمين مع الاولاني وتروح للثاني تطلع الفورس في اتجاه السنتر بارت نفس المنظر. طيب ناخد بقى شكل جنرال في اي حته ان بتوين ما بين دول، يعني لو خدت مثلا عند النقطه دي هيبقى الكرنت واخد الدايركشن ده صح؟ ده بالمنظر ده، ده وضع عام بقى مش حالات خاصه. هتبقى الفورس اللي عليه رايحه فين؟ بنفس المبدا هتروح للسنتر برضه كده بالمنظر. فبالتالي الفورس دايما بتشاور ناحيه السنتر. هل الفورس هنا ليها نفس الدايركشن دايما؟ لا. فكده مش هينفع ان انا اجمع على طول، لازم لما اجي احل دلوقتي اول حاجه هقسم وبعدين هحلل اعمل سولوشن لكومبوننتس هوريزونتال وفيرتيكال واخد خبراتي وبعدين اروح مكمل الاكس لوحدهم والواي لوحدهم. يعني لو عملت سيستم اوف اوردر نظام احداثيات اكس وواي بالمنظر ده. كويس؟ هناخد وضع زي ده، ده شكل عام، ادي الكارت بالمنظر ده. وادي الفورس اللي عليه وواخد حته من السلك هسمي الطول بتاعها دي ال مثلا. في الكتاب وهو بيحل عرف انجل، عرف انجل اسمها ثيتا.
قال لك تعالى نسمي دي انجل اسمها ثيتا بالمنظر ده. ثيتا في الرياضه هنا اسمه دامي فاريبل. يعني ايه دامي فاريبل في الرياضه؟ يعني فاريبل هستعمله في السكه وهيخلص وهيروح قبل ما اوصل للفاينل انسر. فمش مهم تعرفها ازاي، يعني عرفت الثيتا كده عايز تحلها تاني في البيت تعرفها الناحيه الثانيه، انت حر بجميع الاحوال هتطلع نفس النتيجه. في الكتاب هو عرفها كده، قال لك الثيتا بتبتدي من هنا، يعني الثيتا هنا بتساوي صفر وهنا الثيتا بتساوي 90 وهنا الثيتا بتساوي 180 او باي 180 درجه. هو حر، هو عرفها كده. وبالتالي هيبقى لو انا خدت عنصر من الطول اسمه دي ال ماشي في كارنت اي، هيظهر عليه عنصر قوه او فورس اليمنت اسمه دي ال بيشاور للسيلر. ودي ال ده انا لازم احلله اكس كومبوننت واي كومبوننت وبعد كده اروح مجمع ده وده وخلاص خلصت المساله. دي ال هنا هيساوي كام؟ المفروض القانون بتاع الفورس الماجنتيك اي في ال كروس بي. تعالى شوف يعني اي في الطول في الماجنتيك فيلد بتساين الزاويه تي. هي فين تي ده؟ تي ده غير دي، يعني ايه كان ممكن اقول؟ انا معرفش اسمها تي، كان ممكن اسميها الف. المهم الزاويه ما بين اتجاه الكرنت والماجنتيك فيلد 90 درجه. الكرنت في مستوى السبوره والماجنتيك فيلد عمود على السبوره، فالنتيجه برضه هتبقى ساين 90 في الاخر اني واي. فهنا هيطنش الساين تي، هيقول لك ان هي اي في طول السترنج بقى اللي انا واخده اللي هو حته اسمها تي ال في الماجنتيك فيلد دي. واحنا واخدين بقى في الرياضه في الترم الاولاني ان كل ما اشوف دي ال في الاخر هتكتب على ايه؟ على ار دي تي. ده جت ازاي؟ طول قوس صغير من دايره، الارك لينك بيساوي كام؟ طول القوس بيساوي نص القطر مضروب في الزاويه اللي قدامه، صح؟ نص القطر هنا اسمه ار. لو كانت الزاويه اللي انا شغال فيها اسمها ثيتا، القوس الصغير ده المفروض هيبقى قدامه زاويه صغيره اسمها ثيتا. فهيبقى طول القوس اشيل دي ال واحط ار دي تي، هيبقى المنظر كده. بدلاله الانجل ثيتا دي انا ممكن احلل دي اف اكس وواي كومبوننت، يعني كده مثلا وكده مثلا المنظر. لو كانت دي ثيتا تبقى الناحيه الثانيه دي ثيتا، يبقى المنظر ده دي اف كوساين ثيتا، والبحث هيبقى عندي دي اف ساين ثيتا. يبقى انا عندي تو كومبوننت. التوتال فورس في اتجاه اكس هتبقى ان هي الانتجريشن بتاع دي اف كوزاين ثيتا، والواي كومبوننت هتبقى الانتجريشن بتاع دي اف ساين ثيتا. اقول اللي انا عملته لحد دلوقتي، ايه؟ عندي واير واخد الشكل ده، ستريت سيجمنت ستريت سيجمنت وبينهم سيمي سيركل. الستريت سيجمنت الاولانيه والاخرانيه ما تشوفش مشاكل. اي ال دي ساين ثيتا، ثيتا 90 درجه، الدايركشن لتحت، الماجنتيك ده صفر. المشكله في السيمي سيركل، السيمي سيركل لقيت ان الكارت الدايركشن بتاعه بيتغير من مكان للتاني، وبالتالي الفورس الدايركشن بتاعها بيتغير من مكان للتاني. فما عادش ينفع ان انا اتعامل مع الفورس ان انا اجمعهم وخلاص، لا لازم اشوف كارت فورس اليمنت، يعني عنصر قوه بيأثر على عنصر طول دي اف. هاخده اشوف احواله ايه، رايح فين، اعمل له ريزولوشن اكس كومبوننت واي كومبوننت، اجمع الاكسات مع بعض، اجمع الواي مع بعض، اطلع ماشي الحال. فدي اف بيساوي كام؟ القانون بيقول لي ان الفورس بتساوي اي في ال في ساين تي. الكارنت اوف اي الطول بتاع الاليمنت ده اسمه دي ال اللي هو هيبقى ار دي ثيتا، لان هو هيبقى طول قوس صغير، يبقى النص القطر اللي اسمه ار في الزاويه اللي قدامه هي الثيتا. بالماجنتيك فيلد بي اللي هو على الصدوره لبره. ساين الزاويه بين الكارنت وبين البي هيبقى ساين 90، لان الكارنت في مستوى السبوره والبي على فكره السبوره، ساين الزاويه دي 90 فرحة. يمكن عشان كده في الكتاب هو سمى زاويه الثيتا، لان الثيتا هنا مش مؤثره في الموضوع، يعني هو كان ممكن يسمي الزاويه دي الفا او بيتا او اي حاجه ويخلص، بس هو ما حصل هيسميها ثيتا. عرف الزاويه اسمها ثيتا بقى، دي ما لهاش دعوه باتجاه الكارنت مع البي، دي بس الزاويه دامي فاريبل هيجمع عليها من انجل ثيتا بصفر من 90 ل 180. استنى الكارنت يقلب ده الدايركشن بتاع الفورس رايح للسنتر، احللها اكس وواي، اجمع اكسات، اجمع وايات، نفس المسافه. تعالى نجمع، ده هيبقى الانتجريشن بتاع اي ار بي كوساين ثيتا في تي. ده هيبقى انتجريشن اي ار بي
ساين ثيتا دي. ثيتا بتتغير من كام لكام؟ لما اجي اجمع بقى اجمع من اول ثيتا بكام لحد كام؟ عشان اجمع كل الالمنتس اللي عندي، انا عندي الفورس اللي على ده وده 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 لحد الاخر، من اول ثيتا الصفر لحد 180 او اكتر. 0 باي 0 باي ار وار ودي ثوابت مع السلامه. انتجريشن كوساين، انتجريشن بتاع كوساين ساين، ساين فاي بكام؟ ساين فاي بكام؟ 10 صح؟ ساين فاي بكام؟ 0 ساين 0 0 الاخر ده اختاره ايه؟ مع السلامه. يبقى انا عندي الف اكس الثاني 0 الاف واي اطلعها ايه؟ تعالى كام؟ اي وار ودي ثوابت مع السلامه. تكامل ساين ثيتا ماينس كوزاين، هتحط ماينس كوزاين باي مره وماينس كوزاين 0 مره وتطرح شويه اشارات هتربط فيها اكيد هتطلع النتيجه تيجي 2 اي ار بي. حد يقدر يديني شويه فيزكس تفسر النتيجه دي؟ ممتاز. زي ما لكم بتقول ان انا لو خدت كارنت اليمنت شبه ده الناحيه الثانيه نفس الانجل بس الناحيه الثانيه هيبقى عندي فورس بتشاور برضه ناحيه السنتر كده اهو. الفورس اللي بتشاور ناحيه السنتر دي لو عملت لها ريزولوشن للفيرتيكال كومبوننت والهوريزونتال كومبوننت دي ودي ليهم نفس الظروف وعكس بعض هيغيروا بعض والواي هيجمعوا على بعض. فالنتيجه اللي هنا معناها هي جت بالرياضه زيرو صح وترجمتها بالفيزياء انه من السيمت بتاع الشكل تماثل الشكل الاكس كومبوننت هيلغوا بعض. لان انا لو خدت اثنين اليمنتس الاليمنت ده ونظيره الناحيه الثانيه ده هيدي فورس رايح للسنتر ده هيدي فورس رايح للسنتر احل ده اكس واي احل ده اكس واي الاكسات هيغيروا بعض. اي اثنين كارنت اليمنتس متماثلين هيعملوا مع بعض. لو جينا بقى للواي كومبوننت هتفرقهم ايه؟ يجمعوا مع بعض في نفس الدايركشن فعشان كده النتيجه طلعت في المصدر ده. يطلع بقى الفورس التوتال بتساوي كام في الاخر؟ الفورس التوتال تطلع كام في الاخر؟ من هنا في عندنا كام فورس؟ فورس 1 وفورس 3 اي ال بي هيبقى اي ال بي فورس 1 واي ال بي فورس 3 وبعدين عندنا الفورس دي هيبقى 2 اي بي 2 ال بلس وتبقى الفورس التوتال بالمنظر ده. اي وبي و2 ال يبقى الاثنين فورس بتاعت 1 بلس 3 واي وبي و2 ار من الفورس اللي ده. ننسى بقى كل الرياضه دي ونترجم ده في كلمه فيزياء واحده. نقطه واحده بس كده تطلع ايه؟ يعني بص الفورس اللي طلع دي لو انا كنت بدلت كل الشكل ده بشكل واحد بس طوله من الاول هنا للاخر هنا طوله هيبقى كام؟ من اول نقطه هنا لاخر نقطه هنا هيبقى الطول ده كله كام؟ ال و2 ار و ال هيطلع 2 ال بلس 2 ار ده هتطلع ليه فورس كام؟ اي بي في الطول ده. بمعنى اخر ان انت لو قارنت الفاينل او الاند ريزلت اللي هنا اللي هي ايه؟ اي في بي في 2 ال بلس 2 ار اللي جت من الشكل اللي انت شايفه كده مع نفس السلك لو انا كنت عملت بداله سلك او يعني السلك ده بين نفس النقطتين بس كان طوله بشكل خط مستقيم من الاول للاخر ال وال و2 ار النتيجه هتطلع هي هي اسمنت جيم اسمنت جيم جميل. الشكل بتاع السلك ما بيأثرش في النتيجه بتاعت الفورس، الفورس بتعتمد على المساحه او الديسبليسمنت بتاعة الكارت. يعني بمعنى اخر لو جالك مساله كده شكل سلك بالمنظر ده ادي اول نقطه وادي اخر نقطه كويس؟ وعملت لك السلك بالشكل ده هتقعد تحسبها؟ مش هتحسبها.
هتعمل ايه؟ هتبقى الفورس المؤثرة عليه تشوف الديسبليسمنت او الازاحة. هي ايه الديسبليسمنت او الازاحة بتاعت الجالكسي؟ انك توصل اقصى الخط ما بين نقطة البداية ونقطة النهاية. فتروح موصل خط بالمنظر من نقطة البداية لحد نقطة النهاية. وتتعامل مع السلك ده بدل الخط المعوج ده. وهيطلع نفس النتيجة. يبقى كومبليت اللي احنا بنطلبه من المسألة دي انه شكل السلك ما يفرقش. الشكل ما يفرقش، المهم الديسبليسمنت. يعني انت لو خليت المسألة دي تاني بشكل سيمي سيركل كده مثلا. ايه الاخبار؟ هتطلع نفس النتيجه في الاخر. المهم انه الازاحه من اول نقطه لاخر نقطه شكلها ايه؟ تاخد من اول نقطه لاخر نقطه، برضه مش لازم اول نقطه لاخر نقطه يبقوا ليفل، مش لازم يكونوا على نفس المستوى. يعني ممكن واحده فوق وواحده تحت، المهم ان انت توصل خط مستقيم. الخط بقى ده تعتبره الواير الجديد بتاعك تتعامل معاه. يعني ممكن تحتاج انك تحلله بقى الاثنين كومبوننتس، واحده اكس تتعامل معاها وواحده واي تتعامل معاها وتطلع فرصه على دي وفرصه على دي وخلاص. المهم ان انت بتوصل خط من اول نقطه لاخر نقطه، تشوف الخط ده اخباره ايه؟ طوله كام؟ اكس بتاعته كام؟ وواي بتاعته كام؟ وتتعامل مع هذا الخط بدل الشكل المكعب ده. حد فاهم اي حاجه في ده انا بقوله؟ كويس، مش فاهمين؟ هو ده المطلوب صح؟ تمام. لو جت في الامتحان، بصوا يا جماعه، لو جات لك كام مساله تحلها بخطوات حاجه طويله كده هتحل لك خطوات بالتفصيل. لو جبت لك مالتيبل تشويس يعني بختار منك الاجابه، محتاج منك الاجابه بس A B C، هتقعد تفكر فيها بالطريقه دي وخلاص. كويس؟ فلو هي مساله تفصيليه مطلوب منك كان A و B و C ومش عارف ايه، هتمشي خطوات وتعمل تكاملات والكلام ده. لكن لو كانت ام سي كيو حاجه سريعه يعني مش هتعرف تضيع فيها وقت، هتفكر فيها بالمنظر، توصل بالخط وتشوف ظروفه ايه مع اكس مع واي مش عارف الكلام ده. زميلكم بيقول لو كان الشكل مقفول ونقطة البداية هي نقطة النهاية. زميلكم بيقول لو كان الشكل مقفول ونقطة البداية هي نفسها نقطة النهاية. تبقى الديسبليسمنت بتاع الكارت بتساوي كام؟ وتبقى تقدر فرصة عليك بتساوي كام؟ دي شبه مين؟ شبه فكرة الموتور اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت. الموتور لو تفتكروا كان عبارة عن مستطيل أطوال مصنعه A و B. طبعاً اثنين فورسز على الضلعين دول قد بعض وعكس بعض، واثنين فورسز على دول قد بعض وعكس بعض، فالسمشن بتاع الفورس زيرو. بس كان في اثنين فورسز بيعملوا تورك، يعني السمشن بتاع الفورس بيساوي صفر، مجموع القوى بيساوي صفر، القوى المحصله بتساوي صفر، بس كان في قوتين بس بيعملوا تورك بيعملوا عزم دوران. فاي شكل مقبول المفروض الانت ريزلت بتاعته الفورس بتساوي صفر. لا لا هيكسروا بعض، ممكن انا اركز معاك كده بعدين ان شاء الله. اسمع المساله دي كمان مساله مهمه، دي موجوده في السي. المساله دي مربع ناقص ضلع، المربع ده اخباره ايه بقى؟ بيديني سيرس في كاركتر ماشي اسمه اي، وعندي شكل السيرك بقى. دي بقى مساله تبع شابتر 2 اللي فاتت. شابتر 1 بيديك ماجنتيك فيلد وكاستبل فورس. كويس، دي مساله تبع شابتر 2 مديك الكرنت والكاش بقى منه الماجنتيك فيلد. فالكرنت هو الاصل اللي جاب معاه الماجنتيك فيلد. سؤال، لو كان السلك بالمنظر ده في كرنت هنا 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 هنا، هيعمل لي ماجنتيك فيلد عند النقطه دي اللي هي في النص هنا بيساوي كده. ده السؤال. عندي السلك دي الاطوال دي ال 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 كلهم ال، والكرنت اللي ماشي فيه كلهم هو 1 ماير ماشي فيه 1 كرنت اسمه اي، وعايز احسب الماجنتيك فيلد عند النقطه اللي اسمها بي. طيب ده بيتقسم كام فاينايت واير؟ ده بالشكل ده هيعمل لي ماجنتيك فيلد. دي مساله شابتر 2 هيخلق لي، هيبقى عندي كام سورس، كام سيرك بيخلق ماجنتيك فيلد؟ خمسه. فين الخمسه دول بقى؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فيهم اثنين بيخلقوا ماجنتيك فيلد بيساوي صفر. الاولاني والاخراني ليه؟ اللي احنا قلناها من شويه، انه لما تكون النقطه على امتداد الخط سواء قدام الخط او وراه في جميع الاحوال الماجنتيك فيلد بيرجع عنها بيساوي صفر. فالخط ده هيخلق لي ماجنتيك فيلد بيساوي صفر عند النقطه دي، والخط ده بيعمل لي ماجنتيك فيلد بيساوي صفر عند النقطه دي. فالكرنت اللي هنا يا عجاز انه يعمل ماجنتيك فيلد هنا، والكرنت اللي هنا ما يقدرش يعمل ماجنتيك فيلد هنا.
وبالتالي الاثنين دول ما يقدروش يعملوا لي ماجنتيك فيلد برضه مثلا مش عارف. وبالتالي المساله ريديوس داون تو 3 سيجما ثلاث حتت اللي احنا نعرفه عن الفاينايت وير في المحاضره اللي فاتت. حد فاكر المحاضره اللي فاتت؟ يرفع ايدك فوق انت مصري. حد فاكر المحاضره اللي فاتت؟ احنا الاسبوع الجاي يا جماعه رابع يومين هنمتحن المعمل في الاسبوع الكام يا جماعه؟ امتحان اعمال السنه في الاسبوع الكام يا اولاد؟ غالبا يوم 28 4 يعني سابع برضه. هنقيس فجأة هي اعدادي كده الترم الثاني وقيس فجأة خير اللهم اجعله خير تلاقي امتحانات 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 الفاينل معمل فيزياء معمل كيمياء ورش انتاج اسقاط مش عارف بتاع ايه. نخش على اعمال السنه الترم 8 جنيه البنات ما عندكمش اسبوع مثلا الحمد لله هنمتحنكم بعد الظهر وهتنبسطوا قفل المصحف. امتحان فيزياء وكيمياء قطع 20 امتحان بقى اعمال سنه تخلص النوت تلاقي الفاينل تخش. بس انا علمت فيه دلوقتي خطر جدا جدا. انا قلت اشتغل اشتغل في ناس في المدرج اصلا انا مش عارف اقعد في المدرج دي اشكال مشاغبه اساسا. اصل هي محاضره في الثاني في الثالثه واضح الناس اللي ما تعرفش اقعد ساكته الناس اللي تقعد تاكل وده اصحابها طول المحاضره. ما في شويه ناس يعني خلاص يعني ده واضح ده جاي يرمي ده مش جاي ياخد المحاضره صح؟ برج المراقبه اللي هناك انت قاعد بتعمل ايه؟ هاخد الجزء الاولاني هو ده هعزله لوحده كده في الرسمه ادي الرسمه كده واطبق عليه الموديل اللي خدناه بتاع فاينايت فاير. الموديل بتاع فاينايت فاير بيقول ايه؟ بيقول الموديل الشكل العام شكله كده اهو. ترسم الموديل العام على جنب عشان انت تفهم في المساله فين الزوايا وفين الابعاد. لو عندك نقطه هنا اسمها اي تبع كثافه عمليه عن الوير اسمها ار وعندي كارنت ماشي كده هو اي في السلك فبوصل من اول السلك للنقطه دي الزاويه اللي بيعملها السلك مع خط التوصيل في الاول كده دي اسمها ايه؟ من هنا من الناحيه الثانيه اسمها ايه؟ اسمها الفا 1. الخط من النقطه لاخر السلك بيعمل زاويه مع العقد اسمها الفا 2. واتفقنا ان احنا هناخد دايما الفا 1 موجب والفا 2 ثالث علشان في القانون بتاع فاينايت واير يطلع الماجنتيك فيلد دي بيساوي بي اوفر 4 باي ار حيث ار المسافه العموديه ساين الفا 2 هيطلع فوق ناقص ساين الفا 1 ثالث فيتعدل كله يطلع فوق. طيب تعال نطبق الكلام ده بقى على اول حته في الواير. تعال نشوف المنظر ده فين الار. انا خدت ده بقى لوحده كده على جنب وادي نقطه الحسابات بي. المسافه العموديه هتبقى كام؟ ال على 2 يعني الار في القانون دلوقتي هتبقى هي ال على 2. المسافه العموديه بنقطه الحسابات والواير ده دي الواير بتاعي اللي انا بدرسه دلوقتي انا عزلته على جنب هنا في الرسمه ادي نقطه الحسابات والواير طول الضلع ده ال لان ده نص ضلع ال على 2 فالمسافه العموديه اسمها ال على 2 اللي هو الاخر. اقوى واحد بكام؟ زيرو ولا ده الجرأه عشان تكون زيرو؟ لا مش انا ده هو ده مش انا ده هو كويس. الفا 1 في الشكل ده تطلع ايه؟ زيرو. ليه زيرو؟ هي الفا 1 تعرفها بين مين ومين؟ بين العمود اللي هو ده العمود اللي هو ده العمود اللي هو هنا في الموديل العام بشكل العام والخط اللي بيوصل ما بين نقطه الحسابات الاول السلك. طيب العمود اهو والخط اللي بيوصل اهو ادي الزاويه اللي اسمها الفا 1. هنا العمود ده فين الخط اللي بيوصل من اول السلك والنقطه؟ هو هو وبالتالي الزاويه الفا 1 بتساوي صفر. ده اول السلك اهو ده الخط اللي بيوصل وفي نفس الوقت هو هو العمود. فالفا 1 بتساوي صفر كويس. نشوف الفا 2
المفروض ان اقف فين؟ هي الزاويه بين العمود والخط اللي بيوصل النقطه في اخر السلك. يعني المفروض ان هي دي الفا 2، هي دي الفا 2 في الموديل العام، هتبقى هنا الفا 2، هتبقى هي دي الفا 2. السلايد بتاعها كام؟ مقابل على مجاور يطلع كام؟ ال على الوتر. الوتر ده لو حسبته هيطلع كام؟ 5 ان على 2. اتنين على جنب خمسة؟ لا الناتج. فالناتج هيبقى ده على ده، هيطلع اتنين على جنب خمسة. وتاخد ده وده وده وتقعد في القانون، طلعت سكيت الكيب من اول واير. الدايركشن بتاعه هات فين؟ الدايركشن بتاعه هات فين؟ هتحط صباعك اليمين في الجهة الثانية وتروح تدور على الماجنتيك فيلد. ده هنا هيديك ماجنتيك فيلد هنا داخل لجوه وهنا خارج لبره. ماجنتيك فيلد هنا داخل لجوه. يبقى اول ماجنتيك فيلد داخل لجوه للمنظر. طيب تاني سلك الاخ ده اعمل ايه؟ ادي نقطة الحسابات دي، هروح موصل عمود في المنظر ده، يبقى هو ده الار بتاعنا. ار في الحالة دي بيساوي كام؟ ار اللي هو العمود بيساوي كام في الحالة دي؟ ردوا عليا. المسافه العموديه من النقطه للسلك اللي انا بدرسه. الفا واحد الزاويه بين العمود والخط اللي بيوصل مع اول الواير. الفا اثنين الزاويه بين العمود والخط اللي بيوصل لاخر الواير. الفا واحد هنا الساين بتاعها هيطلع كام؟ تعالوا نشوف المقابل ده ال على اثنين، الوتر برضه جذر 5 ال على اثنين. تطلع النتيجه واحد على جذر 5، صح كده؟ تمام. الفا 2 نفس القصه، مقابل ال على 2، المجاور ال جذر 5 على 2، واحد على جذر 5. تاخد ده وتاخد ده وتاخد ده وتعوض هنا، يطلع الماجنتيك فيلد دي يساوي 0، صح؟ لا مش احنا ساين الفا 1 وساين الفا 2 ما تعوض يوم هنا هيحصل ايه؟ هيحصل 0، صح؟ ده الفا 1 اتفقنا ان الساين بتاعها هناخده دايما نيجاتيف، لان الفا 1 لو الفا 2 زادت في اتجاه، الفا 1 بتزيد في عكس الاتجاه. فعلشان كده دي بتتاخد دايما موجب ودي بتتاخد دايما سالب، مالهاش دعوه بكلوك وايز وكاونتر كلوك وايز خالص. هي ليها دعوه ان واحده عكس الثانيه وخلاص. فواحده موجب يبقى الثانيه سالب. فساعتها تاخد ده موجب ده سالب تعوض، ما يطلعش كده. يطلع ليها فاليو. وهيبقى واحد على جذر 5 ناقص واحد على جذر 5. السلك الثالث الاخ ده ادي الطول بتاع السلك ال، ده الوتر هيبقى برضه ال جذر 5 على 2. الفا 1 والعمود والفا 2 من النقطة الحسابات للخط ده، ادي العمود الطول ده اللي اسمه ار، ده هيساوي كام دلوقتي؟ ار بيساوي ال على 2، حلو الكلام. يبقى ار هنا ال على 2 في الحاله الثالثه، ثالث سلك بقى، ثالث سلك. الزاويه اللي ما بين العمود والخط اللي بيوصل مع اول الواير دي اسمها الفا 1، الساين بتاعها بكام؟ الساين بتاعها ايه؟ ال المقابل على الوتر. هيطلع 2 على جذر 5، صح؟ صح ولا غلط؟ غلط. خط ثاني. الفا 2 اخبارها ايه؟ 0. الزاوية ما بين العمود والخط اللي بيوصل مع اخر الواير، وهو هو نفس الخط، يعني هو العمود وهو هو نفس اللي الخط اللي بيوصل من النقطة لاخر الواير، فالزاوية الخط دي بزيرو، تاخد الحاجات دي وتعوض. في جميع الأحوال الماجنتيك فيلد داخل جوه السبورة، من هنا أو من هنا أو من هنا. يعني الماجنتيك فيلد هنا داخل جوه السبورة، داخل جوه السبورة، وداخل جوه السبورة، فهيجمعوا الثلاثة على بعض. دي المفروض ان هي اظن اول بروبلم في الشتاء. ومين الفا 2 ولا انا كده كده هجمعهم؟ لو انت واخد بالك من الاشارات هي في الاخر مش شبه. يعني الواير الاولاني والواير الثالث الاثنين طلعوا نفس النتيجه في الاخر. فهي لو انت فاهم مين موجب ومين سالب وان النتيجه في الاخر هيطلع حاجه موجب ناقص ناقص، يعني الاثنين انت ممكن تشتغلها الاثنين موجبين ومش مهم ساعتها. بس يستحسن انك تمشي حسب الموديل اللي احنا شغالين بيه، لانه في الحاله السيمتريك مش هتفرق، في الحاله الاسيمتريك يمكن. ف
فيعني ممكن يكون في حالات خاصه ما تبانش دلوقتي في الشغل بتاعنا. فالستراكشر هتمشي بالموديل اللي احنا ماشيين بيه ده خلاص. بس ان جنرال المفروض ان هي يعني ايفنتشوالي هتطلع نفس الحاجه. بس صح تمشي نفس السيكونس بتاعها مش ما تطلعش. طيب انا فيرست جاني انا كده في بدايه الكهرباء الترم الاولاني مشينا كولوم فلو وبعدين ركبنا وراه قانون ثاني اسمه جاوس. كانت مشكله كولوم فلو ايه؟ مشاكل كتير. هو الامبيريكال لو ملوش اسباب نظر يعني هو الراجل قاعد يدعس كده جاب شويه كور وشحن دي شويه وشحن دي وقعدوا يضربوا بعض ويشوف الدورك والقوس ومش عارف ايه ووصل للقانون بتاعه سنه 1700 وشويه. جاوس فكر بطريقه ثانيه، قال لك احنا ممكن نعمل الموضوع ده بشكل انتجريشن بشكل تكامل. الانتجريشن بتاع جاوس كانت الحته السمارت اللي فيه ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي تسهل مساله جاوس؟ ان انت كنت فارغ بيبقى عندك تشارج ديستريبيوشن معين بيطلع عليك الفيل، فانت كنت بتحاوط التشارج دي في سطح مقفول، سطح تخيلي، سطح وهمي فيرجوال مش موجود في الحقيقه بتسميه جاوسن سيركس. الجاوسن سيركس ده كنت بتختار بحيث انه الانتجريشن اللي هو اي دوت دي اي يطلع انتجريشن ضريب. ليه؟ لان انت عندك جوه الانتجريشن بتاع جاوس كان عندك اي دوت دي اي يعني اثنين فيكتور بتضربهم دوت برودكت في بعض وبعد ما بتضربهم في بعض بتعمل انتجريشن على اللي هيطلع. فالدوت برودكت ما بين اثنين فيكتورز اي دوت دي اي كان بيطلع حاجه نيوميريكال، حاجه ليها فاليو مش فيكتور جديد، مش بيطلع فيكتور جديد، هو دوت برودكت بيطلع فاليو معينه مش فيكتور جديد. هو ايه الضرب اللي بيطلع فيكتور جديد؟ كروس برودكت. فانت كان عندك اي ودي اي بتضربهم دوت برودكت بيطلع لك حاجه عدديه نيوميريكال تعمل عليها انتجريشن. علشان الضرب ده يبقى سهل كنت بتختار شكل سطح جاوس بحيث اي دوت دي اي طلع لك اي دي اي كوساين ثيتا وثيتا تبقى حاجه من الزوايا الصادقه 0 180 90 فيبقى الموضوع سهل. بنفس السيكونس هنعمل حاجه شبهها بالظبط اسمها امبيرز لو. بيوم صفار الاثنين عملوا مع بعض القانون بتاعهم سنه 1821 بعد اورشتيت ما اكتشف قصه الايه الكهرباء بتعمل الماجنتيك. فلحد 1820 كان الناس فاكرين انه البيرمننت ماجنت هو المصدر الوحيد المغناطيس الدائم هو المصدر الوحيد للماجنتيزم. الراجل كان في المحاضره وباي تشانس كده بالصدفه كان معدي كهرباء في السلك فحصل انه الكهرباء دي عملت انحراف او ديفليكشن في البوصله اللي كان هو ناسيها على المكتب وكان في محاضره مع الطلبه. فالراجل فهم انه لما يمشي تيار كهرباء في سلك التيار ده بيخلق ماجنتيك فيلد يحرك البوصله. بس في تلك اللحظه هو راح يكلف المحاضره عشان حد يتساوي ازاي اللي بيحصل ده لان كانت حاجه محدش يعرفها وبعد كده لما جربها لقاها ريبروديوسبل بتحصل دايما. فمعنى كده انه الكهرباء بتعمل ماجنتيزم. حلو الكلام. فلما قال الكلام ده بدا الناس يوصفوا الكلام ده بالرياضه. فاول توصيف كان بتاع بيو صفار 1830 1821 عملوا القانون بتاعهم اللي منه جبنا فاينايت فاير والفاينايت فاير وكويل والكلام ده. عالم فرنسي تاني نفس السنة أمبير وصل لصيغة تانية على نطق العلاقة بين جاوس وكولوم. أمبير عمل بقى حاجة أغرب من فيوصفر. يعني في النهاية الهدف بتاع قانون فيوصفر وقانون أمبير هي حاجة واحدة إن أنا عندي كارنت بيخلق ماجنتيك فيلد بيساوي كام؟ هو ده السؤال. ففيوصفر كانوا بيجاوبوا على ده بطريقة اللي هي ميو نود أي على 4 باي أر ساين مش عارف إيه. وأمبير جاوب بطريقة تانية بس الطريقة بتاعت أمبير شبه جاوس قوي. ليه؟ لان هيبقى عندي انتجريشن جواه دوت برودكت ما بين حاجتين. الدوت برودكت ده لازم اختار بقى دلوقتي ازاي يطلع دوت برودكت سهل، لازم تبقى عندي زاويه وتطلع من الزوايا الخاصه برضه 0 180 وفي الاخر. فهي نفس السكه بتاع جاوس ان انت هيبقى عايز تحكي ماجنتيك فيه هتختار كده شكل تعمل عليه تكامل والشكل ده تختاره بشكل سمارت علشان تقدر تعمل تكامل سهل. دي الفكره بتاعت امبير بالظبط شبه فكره جاوس الناحيه الثانيه. فالقصه ماشيه ازاي دلوقتي؟ قال لك مثلا دي اول كيس هندرسها من اثنين كيس، الكيس بتاع السولينويد، السولينويد اللي هو الملف العادي اللي احنا عارفينه. ده اسمه سولينويد. اللي هو الملف العادي اللي انت بتجيب سلك وتروح لفه حوالين مقطع مثلا ممكن يكون مقطع اسطواني او مقطع مربع او وات ايفر. يعني زي مثلا يكون القلم ده ولفيت حواليه سلك، ده يطلع السولينويد.
كويس. فالكروس سكشن بتاعه دايره يعني لو بصيته من الناحيه دي مش مهم. طيب ادي اللفات اللي فيه بالمنظر ده الكرنت ماشي الناحيه اللي فيها السهم دي بره الصفوره يعني دي اللي فيها السهم لا الطرف اللي في الواير اقرب له فده كده بره الصفوره بره الصفوره بره الصفوره وهكذا تمام. كرنت ماشي هيخلق ماجنتيك فيه كويس بيساوي كام؟ لو جيت حل مشكله زي كده بيوصل بار معاك للصبح بقى كارثه. ليه؟ لان بيوصل بار بقى هيقول لك اسلم وكامل والشغلانه دي زي ما كان كولومز لو في الكهرباء الترم الاولاني فدي تحلها على بعضها كده القانون الجديد اللي هو امبيرز لو بيقول امبيرز لو انتجريشن بتاع الماجنتيك فيلد اللي انا ما اعرفوش لسه ده المجهول ده القانون ده اللي انا عايز اطلعه خلاص؟ دوت دي ال دي ال ده هيبقى ارفيتري باث او مسار تخيلي المسار ده مسار مكتوب انا هتخيله ما هوش حاجه فيزيكال موجوده زي سطح جاوس في الترم الاولاني حاجه تخيليه سطح مقفول بيحاوط جواه كام كرنت يعني على نمط جاوس لو لو تفتكروا في الكهرباء كان عندنا في جاوس لو بيقول لك ايه؟ ان التكامل او انتجريشن اي ضد اي بيساوي سيجما كيو ديفايد باي ابسيلون نوت فكان بيقول لك هتعمل الكتريك فيلد اللي انت لسه ما تعرفوش على الاريا وكنت بتختار بقى المسطح بقى كوره يعني سفير او سلندر زي ما انت عايز بحيث انها تعمل دوت برودكت جوه هنا سهل المفروض ده هيديني اي دي اي كوساين ثيتا حيث ثيتا هي الزاويه بين الاثنين فيكتورز دول الكتريك فيلد فيكتور والاريا فيكتور بيساوي سيجما كيو مين سيجما كيو؟ كانت مجموع الشحنات اللي هو سطح جاوس تمام هنا نفس القصه عايز تحسب ماجنتيك فيلد هترسم خط مقفول مش سطح بقى مش مسطح خط الخط ده هسميه دي ال لو عملت انتجريشن على الدوت برودكت ما بين بي اللي انت لسه ما تعرفوش ده الانون اللي انا عايز اطلعه على هذا الخط المقفول بيساوي نيو نود مجموع التيارات اللي جوه هذا الخط المقفول يعني ناخد مثال السولونويد ده بيشتغل ازاي؟ السولونويد ده بيشتغل كالتالي كرنت ماشي هتلاقي ماجنتيك فيلد بالمنظر ثلاثي الابعاد ده 3 دايمنشنز ده مشكله بالنسبه لي فهبص له في 2 دايمنشنز اقطعه اقص كده واشوف المقطع بتاعه ده ايه الموقف فالكرنت هنا خارج لبره الصفوره خارج لبره الصفوره خارج لبره الصفوره خارج لبره الصفوره فلما اجي اقص هنا في المنطقه دي هيطلع لي الكرنت طالع لبره الصفوره يدخل الكرنت جوه الصفوره هنا داخل لجوه داخل لجوه داخل لجوه داخل لجوه فلو قصيت فوق في المنطقه اللي فوق دي لو انا قصيت هنا هلاقي الكرنت داخل جوه الصفوره المنطقه نعم لا مفيش مشكله يعني ايه انا بنوضحها في الامتحان خلاص احنا هنتفق انه السهم ده كده بيشاور على الجنب اللي من بره من الملف بره الصفوره من ناحيه ممكن واحد عينيه تقول لك لا ده شكلها جوه دي شكلها بره فهي يمكن لما نسمع على الكمبيوتر مثلا في الاكزام هتبقى اكثر وضوحا بس اني واي انا حتى في الاكزام هفضل ان انا اقول لك ان ده اللي بره الصفوره والطرف الثاني اللي فوق ده هيبقى جوه الصفوره هيبقى بوضحها في المسائل اللي قلناها في الامتحان. طيب الاخ ده هيديني ماجنتيك فيلد رايح فين؟ النقطه ده خارج بره الصفوره دي ماجنتيك فيلد رايح فين؟ الصباعي ده في اتجاه الكلام فدي ماجنتيك فيلد دوائر حواليه صح؟ دوائر الاخ ده نفس الدوائر الاخ ده نفس الدوائر ماشي الجماعه اللي فوق هيدوني ماجنتيك فيلد رايح فين؟ كده هيديني ماجنتيك فيلد بيلف كده ده كان بيلف كاونتر كلوك وايز ده بيلف كلوك وايز المنظر كده اهو حلو كده بالمنظر ده لو انا عندي الملف لفات قريبه من بعض جدا قريبه من بعض قوي الدوائر دي هتلحم في بعض دوائر الماجنتيك دي هتلحم في بعض هتلاقي ايه في الاخر؟
هتبقى المنطقه البسطانيه دي هتديك ماجنتيك شكله ايه؟ ستريت لاين جنب بعض. فلو السولونويد تايتلي باك يعني متربط بشكل مضغوط يبقى عندي ماجنتيك فيلد في الاخر ماشي بشكل خطوط رايحه كده. ودي الميزه بتاعت السولونويد انه بيخلق لك ماجنتيك فيلد قوي في المنطقه الجوانيه لانه بيبقى الواير بيتلف بحيث انه يكون اللفات بتاعت الواير قريبه من بعض قوي وبالتالي تبدا ماجنتيك فيلد خطوطه قريبه من بعض قوي ولما تكون خطوط الماجنتيك فيلد قريبه من بعض قوي يبقى الماجنتيك فيلد قوي. كويس. الماجنتيك فيلد بتخرج من الناحيه دي فده كده يبقى شبه نورث ولا ساوث بولز. نورث ولا ساوث او شمالي ولا جنوبي بتاع المغناطيس. النورث يبقى الناحيه دي كده شبه النورث والناحيه دي كده شبه الساوث. لان الخطوط خارجه من هناك يبقى اكيد النورث وهنا لا. كويس. ايه كمان؟ اتفقنا قبل كده ان خطوط الماجنتيك فيلد خطوط مقفوله. وده احد الطرق الجوهريه منها وبين الالكتريك فيلد. فعشان كده الخط ده مش هيطلع من هنا ويروح للملا نهائي. هيلف ويدور على البدايه بتاعته فين؟ فهيلف بالمنظر ده. وده هيلف كده. وهكذا. كويس. هنا بقى تأتي المشكلة. إيه اللي هيحصل هنا؟ هتلاقي خطوط الماجنتيك فيلد قريبة من بعض قوي جوه السولونويد. وبره هتلاقيها متنطورة على مساحة كبيرة قوي. يعني هتلاقي الماجنتيك فيلد دي أنا عارف إن دي هو مين ده يعني هو عدد الخطوط بتاع الماجنتيك فيلد نمبر فلاش لاين في الرواية الضوء الجاري. هو الماجنتيك فيلد دي اللي احنا بنتكلم عنه ده هو الدنسيتي هو كفاءة عدد الخطوط على المساحة. طيب هنا الخطوط مثلا ثلاث خطوط متجمعين في مكان صغير المقطع ده صغير فأتوقع الماجنتيك فيلد هنا يكون إيه؟ دي يكون قيمة كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. لما اجي اطلع بره السولينويد الخطوط هتتنطور. فلو قسمت نفس عدد الخطوط هو برضه مثلا ثلاثه على مساحه المقطع او المساحه اللي هم مفروشين فيها هتبقى مساحه كبيره قوي. فهقسم نفس عدد الخطوط بس المره دي على مساحه كبيره لان هو واقف بره. ساعتها الماجنتيك فيلد بره يبقى ايه؟ صغير قوي. فهنا هيجي السنس بتاع الفيزكس قبل ما احل المان. الفيزياء بتقول ايه قبل ما ابتدي اشتغل رياضي؟ الفيزياء بتقول ان انا عندي واير اللفات بتاعته قريبه من بعض، هتلاقي الماجنتيك فيلد خطوطه قريبه من بعض، اصلها زوايا بس الزوايا فيها تجي مع بعض جوه خطوط مستقيمه وبعدين تطلع خطوط تدور على بدايتها وتتمشى بره في الفراغ الكبير فتتنشر في مساحه واسعه قوي. فساعتها الكثافه بتاعت الخطوط اللي احنا بنقول عليها ماجنتيك فيلد هي اصلها الكثافه يعني ماجنتيك فيلد عدد الخطوط على المساحه اللي هي العموديه عليها هيبقى عدد الخطوط ده مقسوم على المساحه العموديه هنا رقم كبير لان المساحه هنا صغيره وبره المساحه كبيره فمعنى كده انه دي باي على دي اريا رقم صفر يعني دي رقم صفر وساعتها اقدر اقول ان البي بره نجليجبل دي اولموست ايكوال زيرو نجليجبل تقريبا ممكن حد فاهم حاجه اللي انا بقول ده؟ كويس في ناس جايه المحاضره بس عشان اول ما تبدا تسال يقولوا لا بس انا كنت من الناس دي وانا طالب انا اصلا ما فهمتش 80% من المحاضرات اللي انا حضرتها في الكليه انا ناقص كده كل سنه كنت بفهم يهد ده يعني بالمحاضره يعني لما اروح البيت اقعد اذاكر مع نفسي انتوا بقى لازم تفهموا المحاضره ولا تستفيدوا مني عندي سلك ملفوف حوالين مقطع حوالين رود حوالين خطيط زي ده مثلا اختار ان ده القلم ده مثلا معدن وانا لفيت حوالين سلك والسلك ده هيمشي فيه تيار كهربائي كويس السلك ده عامل دواير 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 حوالين الكور او القلب بتاعه انا مش هتعامل معاه في 3 دايمنشن انا هبصه بالمنظر ده اخد كروس سكشن وابص في السلك ده فهلاقي من هنا السلك بيديني
ثلاث كاميرا فانت جامعة برا الصفورة ومنها نفس جوه الصفورة. طيب عند المنظر ده. كل حتة صغيرة من دول اللي تديني ماجنتيك فيلد لاين. شوية ماجنتيك فيلد لاين. كده 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 ودول كده كده كده. الماجنتيك فيلد لاين هنا مزنوقة في حتة صغيرة. وعلشان كده الماجنتيك فيلد دنسيتي اللي اسمه بي كثافة الخطوط اللي هو عدد الخطوط على الأريا العمودية هيبقى جوه رقم كبير زي لأن الخطوط موجودة في مكان صغير. نفس عدد الخطوط هو هو هيطلع بره بس هيتفرش على مساحة واسعة فلما أجي أقسم عدد الخطوط اللي بره زي اللي جوه يعني أنا واقف هنا أشوف مثلا الخطوط اللي هو هنا بس أشوفهم هنا ما تخشيش في مساحة واسعة أوي هيبقى نفس العدد بس مقسوم على مساحة كبيرة هيبقى ده رقم صغير. فنقدر نعمل ابروكسيميشن تقريب لان بره المجنتيك فيلد تقريبا كده امبير بقى بيقول ايه؟ امبير بيقول ايه؟ بره مش مصدر مصدر مخطط وحضرتك وحضرتك التلاته بيقول ايه؟ بيقول ان الانتجريشن بتاع المجنتيك فيلد اللي انا ما اعرفوش على خط مقفول بيساوي يو نوت سيجما اي مجموع التيارات اللي جوه. طيب كويس فين بتاع الماجنتيك فيلد؟ قال الماجنتيك فيلد اعرف الفاليو بتاعته كام؟ ما اعرفش معلوماتي عنه عباره عن ايه؟ اعرف ايه عنه؟ الاتجاه بس. هعمل بقى خط مقفول بالمنظر ده. الخط المقفول ده جواه شويه من المنطقه شويه من الكرنس اللي جوه السولينويد ده اللي هيبقى اسمه التكامل دي جل. الخط اللي انا اخترته اخترته بطريقه صح دي حد لقطه انا رايح فين دلوقتي؟ انا هعمل انتجريشن لمين مع مين؟ دي دوت الشكل اللي انا هختاره. فانا اخترت الشكل بتاعي شكل مستطيل ليه؟ عشان يبقى عمودي. تعالوا نشوف التكامل ده. المستطيل ده خط مقفول. تعالوا ناخد الدايركشن بتاعه مثلا شبه كده. ادي الدايركشن بتاعه كده بالمنظر ده كده 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 كده. ده المستطيل بتاعه هو عبارة عن كام خط؟ ادي خط اثنين ثلاثة اربعة. فلما هعمل دوت برودكت للماجنتيك فيلد مع الفيكتور اللي بيمثل الخط ده الماجنتيك فيلد كده رايح خط مستقيم ناحية الشمال وده الخط اللي انا رسمته زيه رايح ناحية الشمال. الخطين دول لما اعملهم دوت برودكت مع بعض الزاوية بينهم كام؟ زيرو والكوساين زيرو واحد. فأول انتجريشن في الأربعة اللي عندي هيبقى دي دي ام كوساين صفر. طيب الانتجريشن اللي بعده نعمل انتجريشن للماجنتيك فيلد مع الجزء الثاني من المستطيل اللي انا رسمته. المستطيل اللي رسمه باللون الاسود ده تخيلي مفيش حاجه حقيقيه حاجه اربتر انا حر اختارها زي ما انا عايز بس لازم اختارها بسمارت تشويس بحيث انها تسهل لي التكامل. عايز ترسم الشكل ده دايره انت حر بس مش هتعرف تعمل التكامل. طيب بره هنا هي الاخبار اول ما اخد من السولينويد الماجنتيك فيلد قيمته كام؟ الماجنتيك فيلد بعد السولينويد بشويه على طول يبقى كام؟ الماجنتيك فيلد بره بكام؟ زيرو. دي القصه اللي انا بحكيها ان عدد الخطوط بينفرش على مساحه واسعه. فالماجنتيك فيلد هنا زيرو هنا زيرو هنا زيرو. فالاربع تكاملات هيبقى فيهم ثلاثه في صفر زيرو 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 لان ثلاث تكاملات من الاربعه موجودين بره السولينويد. التكامل بتاع اللي على الخط ده التكامل اللي على الخط ده التكامل اللي على الخط ده كام؟ ده اللي انا عملته ايه؟ اللي انا عملته ان انا هختار شكل مقفول اللي اسمه دي جنب. الشكل ده هعمله دوت برودكت مع دي واللي هيطلع هعمله انتجريشن. كويس. بي ما اعرفش عنه غير الاتجاه دلوقتي ما اعرفش الماجنتيود فاعرف الاتجاه كده وهعمل خط مقفول فهعمل خط مقفول شبهه هنا بره مش مهم يعني انا كملتها مستطيل. انت لو كملتها بره باي شكل تاني مش هتفرق في حاجه لانه من اي كيس الماجنتيك فيلد بره الاجريشن. يعني لو انت عملتها كده ايه
لو انت عملت ده الماجنتيك فيلد بتاعك وادي الخط اللي انت رسمته كده ده خط مقفول انت حر تختار الخط المقفول زي ما انت عايز بس انت بتختاره بطريقه ذكيه فتعمل دوت برودكت ده مع ده هيطلع لك حاجه ده فيكتور رايت شمال وده فيكتور رايت شمال ده الماجنتيك فيلد بي وده الخط بتاعنا اسمه دي ام طيب نعمل الكلام ده هنا الماجنتيك فيلد اصلا بره الصفر مع السلامه مش مهم الشكل ايه الماجنتيك فيلد الصفر الماجنتيك فيلد الصفر انا بس كملتها شكل مستطيل عشان مش هتقدر مش عارف لكن بره مش فارقه كتير لان الماجنتيك فيلد الصفر اني واي المهم الخط مقفول وخلاص الخط المقفول ده اداني اربع تكاملات ثلاثه بالصفر تكامل بي دي ال كوزاين صفر واحد الاولاني ده كوزاين صفر بالصفر طيب وصاير صفر بواحد هل الماجنتيك فيلد بيتغير من نقطه للثانيه على الخط ده؟ مش من المتوقع ان ده يحصل الموضوع كله سيمتريك فطبيعي ان الماجنتيك فيلد هنا انا ما اعرفش الماجنتيك فيلد بكام بس انا اتوقع ان الفاليو بتاعته هنا زي هنا زي هنا زي هنا هي كام انا ما اعرفش بس السيمتري لازم تطلع زي بعض هنا زي هنا زي هنا فدي الاندبندنت اوف دي ال يعني بالنسبه له في التكامل السيمتري تطلع بره دي لا يعتمد على الدي ال الدي هنا زي هنا زي هنا زي هنا انتجريشن دي ال يطلع هنا يبقى كده انا خلصت الليفت هاند سايد في التكامل الرايت هاند سايد في التكامل بيساوي كام بقى؟ ميو نوت سيجما اي مين سيجما اي؟ افتكر جاوس كان سيجما كيو كان مين في جاوس؟ مجموع شحنات اللي جوه الصف هنا مجموع الكرنس اللي جوه الخط فده الخط المقفول جواه كام كرم؟ كرم 2 3 حسب عدد اللفات بتاعت السولينويد. بقى يبقى اقول الرايت هاند سايد عدد اللفات كام؟ بعد كده ميو نوت اي. وبالتالي يطلع الماجنتيك فيلد كفاينل انسر بي بيساوي ميو نوت ال اي اوفر ال وممكن تبقى ميو نوت سمول ال اي. عايز سؤال هي اللي جابت العدد. اقول تاني كلام. اقول تاني اقول تاني اقول تاني. انت لو فهمت دي الترويد هتاخد منك ربع دقيقة. تاني السولونويد عبارة عن سلك ملفوف حوالين قلب أو كور شبه القلم ده. مش هعرف أتعامل معاه في 3 دي. فهاخد كروس سيكشن وأبص للكرم وأبص للكرم في الكروس سيكشن. هلاقي فيه كرم خارج 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 داخل داخل داخل. كل واحد من دول بيديني ماجنتيك فيلد على شكل دايره الدوائر مع بعض هتديني ماجنتيك فيلد جوه هنا بشكل خطوط مستقيمه تطلع تتفرش بره لما اتفرشت الخطوط بره على مساحه واسعه اصبح الماجنتيك فيلد بره نيجليجبل في حساباته مش فارق معايا حاجه لكن جوه ليها لازمه علشان احسب الماجنتيك فيلد عملت ايه؟ رحت عملت خط مقفول بالمنظر ده جواه شويه من الكرنت بتاعي شويه من السورس او المصدر واصبح الرايت هاند سايد سهل قوي ميو نوت مجموع التيارات اللي جوه اللي هو عدد اللفات اللي جوه الخط المقفول اللي انا اخترته. اختار الخط المقفول بحيث يبقى عندي تكامل سهل انا عندي تكامل بي ضد الفيكتور اللي بيمثل الخط المقفول. الخط المقفول هيديني اربع تكاملات لان ده فيكتور 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 فيكتور. ثلاثه منهم ما عندهمش اصلا ماجنتيك فيلد فالثلاث تكاملات بتاعتهم بصفر مع السلامه. واحد فيهم عنده ماجنتيك فيلد فهعمل دوت برودكت بين الماجنتيك فيلد اللي انا لسه ما اعرفوش بس اعرف اتجاهه بس فهيبقى ماجنتيك فيلد رايح كده اهو والخط رايح كده اهو الدوت برودكت اكيد هيديني كوزاين الزاويه صفر فهيبقى عندي انتجريشن بي مع الخط مع كوزاين صفر البي من المتوقع انه لا يعتمد على الموقع جوه السولينويد كل المواقع جوه السولينويد سيمتريك زي بعض هيبقى ثابت يطلع بره الكام شوف انا اعرف كام معلومه عن بي قبل ما احسبه اعرف كام معلومه عن البي قبل ما اطلع الفاليو بتاعها. اعرف الدايركشن صح؟ واعرف انه قيمته ثابته جوه السولينويد. فالمعلومات دي انا لسه ما حسبتش البي كام وانا عارف المعلومات دي تعرفتها فوق التكامل. الاخر هيطلع التكامل بتاع ال يطلع ال، ال ده هيبقى طول السولينويد يروح الناحيه الثانيه يطلع عندي نتيجه اللي هي ميو نوت عدد الاسباب الكرم على ال. ممكن اعرف سمول ان ان الصغيره دي اللي هي عدد الاسباب لكل واحده سطور. كم واحد فهم ثلاث ارباع القصه دي؟
عمره ما قالوا كام صغير. كم ده بوصل مش المفروض يطلع خالص؟ ماشي هو على دور تكامل الصفر ماشي تكامل بتاع حاجه صفر يطلع ايه؟ يطلع خالص ولا يطلع صفر؟ انا ماشي طالما النهارده معلش انت المقطوع دي ما بداش طب صور وبعدين التكامل المحدد للزيرو يطلع زيرو التكامل الغير محدد للزيرو يطلع خالص الله اعلم بكام يعني التكامل بتاع الزيرو ده ممكن يكون زيرو لو كان التكامل ده محدد وهو هنا محدد من اول الفيك الاخر نعم هاي دي نفس هاي بيقول لي لو انا خد ده كويس جدا بيقول لي لو انا خد الخط المفقود كده كويس صح هي دي تفسير صح وفي تفسير تاني صح وايه ما فيهوش اي صح درجة فالتكامل هنا هيطلع دي ضد ايه اللي طلع كام؟ بالسلام وهنا الماجنتيك فيلد كده والال كده ضد برودكت طلعوا لي ايه؟ زيرو بالسلام هنا ايه الاخبار؟ الماجنتيك فيلد كده والال كده ما تبقاش بالخط فالنتيجه تطلع ايه؟ ماينس بي ال تجمع بي ال زيرو وماينس بي ال زيرو يطلع نتيجه صفر فالصفر الطرف الشمال وصفر الطرف اليمين فلو انت هنا ده تشويس مش سمارت ده مش صح الاستيار ده لان انت كده فوضت المساله لازم تاخد خط حوالين المصدر اللي هو الكرب عشان تعرف تشتغل فلو انت خدته في مكان ما دي شبه ايه الكورب بالظبط ان انت كان يبقى عندك الانشارج كده وتاخد السطح المقفول كده فالسطح المقفول مش بيحاول الانشارج شكرا المساله غلط المهم التورويد ده بالايدين هو نفس المساله تاني نفس المساله بس كل اللي حصل انه يا جماعه مش مصيده اسمعوا الاخ ده اللي هو السولونويد انا خدته واستعفيت عليه رحت عاوزه وعاوزه وعاوزه خليت المقطع بتاعها يعني الماده اللي هو كان مفروض عليه الرطب شبه القلم ده انا تنيته المقطع ده او القلب بتاعه الكور تنيته بقى دايره رينج خارج يعني كما لو كان السلك بتاعك ملفوف حوالين خارج يعني القلب بتاعه الكور بتاعه ده اللي هو الكور المعدن مثلا اعمله باللون ده كده ده كده القلب بتاعه المنطقه ليها نص قطر داخلي ايه ونص قطر خارجي ايه والزيت مكتوب حواليه هاخد كروس سيكشن هيطلع بالمنطقه ده يبقى ده الراديوس ايه وده الراديوس ايه وقال احسب الماجنتيك فيلد الثلاث اماكن واحد بصحصح كده هيجاوب على السؤال ده ادي الرنج بتاعتنا رنج السوائي ايه رنج الفرادي دي ده القلب المعدن الكور او القلب بتاع الملف والاسلاك حواليه كويس وطلب مني احسب الماجنتيك فيلد في الثلاث اماكن جوه خالص اجيب معاك الشوكولاته كويس مره هنا جوه كام وان بتوين كام وبره خالص كام بره خالص بصفر ايه بره خالص تمام ده حلو وايش جاب
محمد في نفس المجموعة. فلو انا خدت خط مقفول، ايه المعلومات عن الماجنتيك فيلد هنا قبل ما بدي احل المساله؟ الماجنتيك فيلد اللي جاي من الاخر ده هيبقى دايره 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 دايره، ومن هنا ماشي القصه دايره كده دايره كده ودايره كده ودايره كده، هيبقوا مع بعض كام الماجنتيك فيلد بشكل كده اهو. بيلف بالمنظر ده كويس. فالسمارت تشويس ان انا اختار خط مقفول شكله ايه بقى المره دي؟ خدت المره فاكر مستطيل، المره دي اخده ايه؟ دايره. فلو خدت خط مدور ده الخط بتاع امبير باث بالمنظر ده، خط مدور هنا في المنطقه دي نعمله نقطه هنا حاجه بالمنظر ده كويس. لو خدت الخط ده كده ده جواه كارنت كام؟ زيرو. هيطلع الماجنتيك فيلد هنا كام؟ زيرو. يبقى في اول منطقه حيث ار اصغر من تي عندي انتجريشن بي على الباط بيساوي يو نود مجموع التيارات اللي جوه الخط دي بيساوي صفر، لان هنا مفيش تيارات جوه الخط ده. فين كمان صفر؟ بره خالص. ليه؟ لو خدت باث من بره خالص في المنظر ده وقفت هنا وخدت باث كده مسار مكتوب من بره خالص في المنظر ده، هيبقى مجموع التيارات اللي جواه كام؟ ان داخل وان خارج. حتى حد اللي فات انا اللي فات اسمه ان معرفش اطلع كام، بس في ان داخل، ان من التيارات داخل لجوه وان خارج لبره. ففي المنطقه ار اكبر من دي عندي الانتجريشن بتاع بي دوت دي ام بيساوي بيو نوت في ان اي في اتجاه وان اي في اتجاه تاني المحصله صفر، يعني الماجنتيك فيلد بيساوي صفر. هيبقى عندي ماجنتيك فيلد في منطقه واحده بس، فين؟ ما بين ايه؟ فما بين ايه وبي في المنطقه ار ما بين ايه وبي حيث ار ده سؤال في السيرفر يعني. هاخد باث ده ايه وهيبقى عندي ده نص القطر بتاع الباث، وهاخد الباث بالظبط زي الماجنتيك فيلد دايره شبه. فالانتجريشن بتاع بي دوت دي ال ده بيلف في دايره، وهختار له باث بيلف في دايره. يبقى بي دوت دي ال طلع بي دي ال كوزاين كام؟ بيساوي بيطلع كام؟ زيرو كوزاين زيرو. هيبقى عندي انتجريشن بي دي ال كوزاين صفر بيساوي الخط المقفول اللي انا هاخده اللي هو شبه الماجنتيك فيلد بالظبط وليه بعد الاستنتر راديوس ار، الخط ده جواه كام كارنت؟ ان كارنت عدد اللفات هم هنا شكلهم اربعه الجنرال ان. حلو الكلام. من المتوقع ان الماجنتيك كيل عند المقطاب زي المقطاب زي المقطاب زي المقطاب زي دي زي دي زي دي، فالبي لا يعتمد على الدي ال يطلع بره التكاثف. هيبقى عندي دي انتجريشن دي ال ايكوال يو نوت ان اي انتجريشن دي ال انتجريشن دي ال يطلع ال ال اللي هو السيركونفرنس او طول الخط اللي انا عرفت اللي هو ايه يعني دي واي، فيطلع دي في الاخر بيساوي يو نوت ان اي اوفر 2 باي ار. شوف المصور